النقطة الثامنة: إننا نجد باستمرار أن كل مؤامرة يقوم بها الغرب والاستعمار ضد الإيمان والمؤمنين، فإن الله تعالى يجعلها حسرة في صدورهم، ويجعل نتائجها إلى مصلحة الدين إن شاء الله وشريعة سيد المرسلين، وهذا ما رأيناه في القريب والبعيد مما حصل من دسائس ومشاكل حتى هذا القصف الأمريكي الأخير في زمانه. حتى هذا القصف الأمريكي الأخير، فإنه طور المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى عقلياً ونفسياً وإيمانياً، وفتح عيونهم على حقائق كان يمكن أن تكون غائمة أو مجهولة هدفها أكثر من ذي قبل. وإن خسئ الكافرون، وهو عين ما حدث في النجف الأشرف حينما قامت قوات الاحتلال بقصفها والاعتداء عليها ومن كان فيها من مراجع وقيادات وقواعد شعبية للإمام، وفعلا فإن هذه المؤامرة ضد المؤمنين ممن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم كانت حسرة في صدورهم بعون الله وفضله.